السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دريم خريج الشاشة المتميزة جوكم اكتيفي. تنحيي جميع التلاميذ المحبين لهذه القناة هذه في جميع المستويات، خصوصا المستوى الثالث إعدادي. تنقدم اليوم هذا النموذج ديال الامتحان الجهوي الموحد لديني شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلا زمور زعير. هذا نموذج من النماذج اللي نقدمها لكم من خلال هذه القناة، خلال هذه الفترة هذه ديال الانتقال من السلك الإعدادي إلى السلك الثانوي، خصوصا مادة الرياضيات، مادة مهمة جدا بالنسبة لكم. سنقدم لكم هذا الامتحان الجهوي الموحد لني شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلا زمور زعير كنوع من نشاط تحفيزي لكي تتأهلوا إلى السلك الثانوي في 2020-2021، أي في السنة المقبلة. إذن هناك عدة تمارين، كاين التمرين الأول، كاين التمرين الثاني متعلق بالمعادلات والمتراجحة والندمة، وكذلك واحد المسألة متعلقة بالندمة، وكاين التمرين الثالث متعلق بالدالة الخطية والدالة التآلفية، التمرين الرابع كذلك متعلق بالإحصاء. تابعوا معايا الله يخليكم. بالنسبة للتمرين الخامس كما تشوفوا متعلق بمعادلة مستقيم، التمرين الخامس متعلق بمعادلة مستقيم، التمرين السادس متعلق بالإزاحة والمتجهات، كذلك هنا في التمرين السابع متعلق بالهندسة الفضائية. إذن كيف ما تشوفوا، إذن هذا النموذج هذا متكامل، غادي نقوم بشرح ديال الأسئلة ديالو، وكذلك تقديم كانفراد تام بعض الاقتراحات ديال التلاميذ ديال المجموعة ديالي في الواتساب، حيت كاين هناك مجموعة خاصة بالبنات ومجموعة خاصة بالأولاد من فئات الفئة ديال المستوى الثالث إعدادي. اللي كاين شي واحد اللي باغي ينضم راه الواتساب غادي نعرضوه بياسر في هذا الفيديو هذا. أي واحد باغي ينضم لهاد المجموعة ويكون باغي يتمكن من اللغة من مادة الرياضيات بشكل جيد. إذن هذا هو، إذن بعد قليل سوف نقوم بإنجاز هذا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013، خاصة بمادة الرياضيات لجهة الرباط سلا زمور زعير. إذن بعد قليل نقدم لكم هذا الامتحان. سوف أقدم أولا تقديم ديال التمرين، شرح الأسئلة، من بعد غادي تشوفوا طريقة ديال الإنجاز. إذن أول شيء سوف أقدمه هو التمرين الأول والتمرين الثاني. التمرين الأول هو حل كلا من المعادلتين، عندنا 3x ناقص 5 تساوي 2x زائد 3، وكذلك x ناقص 1 على 2 تساوي 2x زائد 1 على 3. ما هي الطريقة اللي خصنا نتابعو باش نحلو هاد المعادلتين من نوع الألف، ألف هو باء، ثم ثانيا حل المتراجعه، 5x زائد 1 اكبر قطعا من 2x ناقص 5. ثم التمرين الثاني يحتوي على سؤالين، السؤال الاول حل الندمه، ندمه المعادلتين من الدرجه الاولى بمجهولين، x زائد 2y تساوي 210 و x ناقص y تساوي 120. ثم المسألة، اشترى أحمد كتابين، لاحظوا هنا مسألة، اشترى أحمد كتابين من نوع من نفس النوع محفظة بما قدره 210 درهما، احسب ثمن المحفظة وثمن الكتاب الواحد إذا علمت أن ثمن المحفظة يزيد عن ثمن الكتاب الواحد بما قدره 120 درهم. إذن هادو هما جوج التمارين اللي غنقدمو ليكم دابا الحل ديالهم، وكذلك التفسير ديال الحل.
الوغ بالنسبة كتعلق بالنسبة لحل المعادلة الأولى 3x ناقص 5 تساوي 2x زائد 3. إذن عندنا 3x ناقص 2x تساوي 5 زائد 3. طريقة سهلة، يجب عليكم أن تقوموا بالعزل ديال الأعداد جهة والأعداد المجهولة بجهة أخرى. 3x ناقص 2x تساوي x تساوي 5 زائد 3، ناقص 5 أصبحت زائد 5 و 2x أصبحت ناقص 2x. 3x ناقص 2x تساوي 5 زائد 3، إذن x تساوي 8. إذا حل المعادلة هو العدد x يساوي 8، حل هذه المعادلة هو 8. هذا متعلق بسؤال رقم 1. بالنسبة للمعادلة الثانية، سؤال 1ب، لدينا x ناقص 1 على 2 تساوي 2x زائد 1 على 3. إذن كيف ما تلاحظوا هذه المعادلة على شكل كسر، x ناقص 1 على 2 تساوي 2x زائد 1 على 3. إذن أول حاجة نفكروا فيها هي توحيد المقامات. ألوغ توحيد المقامات شيء ضروري، علاش؟ باش يمكن لينا نحلوا المعادلة. إذا المقام 1 هو 6، 3 في 2 تساوي 6. إذن تصبح لنا المعادلة الشكل 3x ناقص 3 تساوي 4x زائد 2. لاحظتوا كيفاش تحصلنا على هذا الشيء؟ خاصكم تفهموا مزيان وتستوعبوا مزيان الطريقة ديال الحل ديال المعادلات على شكل قوس. ألوغ 3x ناقص 3 تساوي 4x زائد 2. كيف العادة نجمعوا الأعداد، الأعداد المعلومة في جهة والأعداد المجهولة في جهة أخرى. إذن ونحتارمو دائما إشارة 3x ناقص 3x ناقص 3 تساوي 4x زائد 2. إذن 3x ناقص 4x تساوي 3 زائد 2، و 3 زائد 2 يساوي 5، و 3x ناقص 4x تساوي ناقص x. في الحالة x تساوي ناقص 5، إذن حل المعادلة الثانية هو العدد x يساوي ناقص 5. إذن ننتقل الآن إلى الحل ديال المتراجعة. لدينا 5x زائد 1 أكبر قطعا من 2x ناقص 5. إذن 5x زائد 1 أكبر قطعا من 2x ناقص 5. إذن هذه تسمى متراجعة من الدرجة الأولى. مهم 5x ناقص 2x أكبر من ناقص x ناقص 5 ناقص 1، ناقص 5 ناقص 1 هي ناقص 6. إذن 5x ناقص 2x كما تلاحظوا تساوي 3x. دائما خاص ولا بد نحصر من إشارة باش نقل من العدد من طرف إلى طرف، ولا بد خاص نحصر من إشارة. 2x موجبة تصبح مسالبة ناقص 2x. زائد 1 أصبح ناقص 1. إذن 3x أكبر قطعة من ناقص 6، 3x أكبر قطعة من ناقص 6، إذن x أكبر قطعة من ناقص 6 على 3. ناقص 6 على 3 هي تقريبا ناقص 2 بعد الاختزال. إذن x أكبر من ناقص 2 قطعا، إذن تقبلت المتراجعة هذه، مجموعة من حلول x أكبر قطعا من ناقص 2. إذن ننتقل إلى التمرين الثاني، ألف حل الندمة. لدينا الندمة هذه على شكل معادلتين من الدرجة الثانية. إذن حل هذه الندمة على ندمة ديال المعادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذن x زائد 2 y يساوي 210 و x ناقص y يساوي 120. إذن نتبعوا الطريقة ديال التعويض. x بدلالة y، نحسبوا x بدلالة y، x يساوي 120 زائد y. إذن سوف نعوض في المعادلة ديال x زائد 2 y يساوي 210 القيمة ديال x، القيمة ديال x هي 120 زائد y. تصبح باش نحيدو المجهول x ونحتفظو غير بمجهول واحد هو y، نحسبو y بعد كي الأولى من بعد نقلبو على x. تابعو معايا الطريقة. إذن طريقة التعويض، حسبنا x بدالة y عطاتنا x تساوي 120 زائد y، x ناقص y يساوي 120 و x يساوي 120 زائد y. طريقة سهلة جدا. إذن
نقوم بالتعويض في هذه المعادلة الأولى ديال إكس زائد 2 إكس يساوي 210، أصبح 120 زائد إكس زائد 2 إكس يساوي 210. إذن إكس زائد 2 إكس هي 3 إكس، إذن 120 زائد 3 إكس يساوي 210، 3 إكس يساوي 210 ناقص 120، إذن 3 إكس تساوي 90. 210 ناقص 120 شحال تساوي؟ 90. إذن 3 إكس تساوي 90، إكس تساوي 90 على 3، إذن إكس تساوي 30. 90 على 3 تقريبا 30، 30 في 3 تقريبا هي 90. إذن القيمة ديال إكس هي 30. ثم نقوم بالتعويض. كيف ما تلاحظوا، إذن إكس تساوي 30، نعوض إكس ناقص إكس يساوي 120، باردون، إكس ناقص إكس يساوي 120. إذن إكس تساوي 120 زائد إكس، تنعرفوا بأن إكس تساوي 30، 120 زائد على 30 هي 150، إذن الحل ديال النجمة هو 150 و 30. ألوغ بالنسبة للتمرين الثالث، تقريبا فيه أربعة نقاط. نعتبر الدالة الخطية إف التي تحقق إف اثنين تساوي تقريبا ناقص أربعة، والدالة التآلفية جي المعرفة بما يلي: جي إكس تساوي اثنين إكس زائد واحد. قال لك بين أن جي إكس تساوي ناقص اثنين إكس. ده السؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين قال لك احسب جي صفر هو جي ناقص واحد على اثنين. جي صفر هذه تسمى صورة، وجي ناقص واحد على اثنين هذه تسمى صورة من الصور ديال الدالة التآلفية اللي عندكم في التمرين جي اكس زائد واحد. قال لك احسب جي صفر، اي احسب لي صورة العدد صفر، واحسب جي ناقص واحد على جوج، معنى احسب الصورة ديال العدد ناقص واحد على جوج. ثالثا قال لك حدد العدد اكس الذي صورته العدد 8 بالدالة اف. هنا خاصك تحدد العدد اكس الذي صورته العدد 8 بالدالة اف، ثم انشئ الدي والدي بريم التمثيلين المبينين لكل من الدالة اف وجي على التوالي في نفس المعنى المتعامد المنظم او اي جي. اذا هذا هو التمرين الثالث في هذا الامتحان الجهوي الموحد لنيلي شهادة السلك الاعدادي البروفي دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلا زمور زعير. وبعد المنبر هذا تنحيي جميع التلاميذ والتلميذات اللي متتبعوا معايا هنا في القناة في مدينة الرباط وسلا وزمور زعير. المهم نقوم بحل هذا التمرين من طرف التلميذ من مجموعة ديال الواتساب الخاصة ب جوكومينيك تي في لمادة الرياضيات المستوى الثالث اعدادي. نشوفوا ونتعرفوا على التلميذ ونتعرفوا على العمل ديالو وكيفاش الطريقة اللي قام بالحل ديال هذه العملية. تلميذ من تلاميذ ديال المستوى الرابع ابتدائي في مجموعة ديال الواتساب. إذن نقدم لكم اقتراح ديال التلميذ عبد العظيم من محمدية. تمرين تالت قام بحلو، تبعوا معايا الطريقة كيفاش. إذن قال لك في السؤال الأول بين أن اف اكس تساوي ناقص اثنين اكس، والمعروف بأن ا اكس هي الصيغة ديال الدالة الخطية. إذن ا اكس هو المعامل ديال الدالة الخطية، إذن ا اكس هي الصيغة ديال هاد المعادلة ديال هاد الدالة الخطية. إذا نعتبر الدالة الخطية اف التي تحقق اف اثنان تساوي ناقص أربعة. إيش دار هو؟ دار أ تساوي اف اكس على اكس. جي اف اكس على اكس معنى اف اكس هي الصورة على العدد، اف اثنان على اثنان، اف اثنان هي الصورة واثنان هو العدد. اف اثنان تساوي ناقص أربعة، لاحظوا جيدا الطريقة، ناقص أربعة على اثنان تساوي ناقص اثنان. لأن ناقص اثنان هو أ، و أ هو معامل الدالة الخطية. جيد عبد العظيم، جيد. إذن اف اكس تساوي ناقص اثنان اكس، جيد عبد العظيم. دابا نشوفو تاني. دابا حساب ديال الصور. بيسير الاعتماد على الدالة التآلفية اللي كاينة عندكم في التمرين جوج اكس زائد واحد.
إذا جوج صفر تساوي اثنان في صفر زائد واحد، إذا جوج صفر تساوي صفر زائد واحد، جوج صفر تساوي واحد. إذا الصورة ديال العدد، الصورة ديال العدد صفر هو واحد. دائما مع التلميذ المجتهد عبد العظيم من محمدية، هادو تلاميذ ديال المحمدية، أغلبية ديال التلاميذ اللي عندي من المحمدية. بالمناسبة تنحيي منطقة المحمدية والنواحي، تلاميذ ديال المحمدية والتلميذات ديال المحمدية والنواحي. المهم عبد العظيم اش دار؟ دار تمرين تاني دائما في إطار ديال احسب جي ناقص واحد على اثنين، جي ناقص واحد على اثنين تساوي الطريقة ديال الدالة التألفية، تساوي اثنين في ناقص واحد على اثنين زائد واحد. إذا لاحظ بأن اثنين في اثنين تقدر تختزل، ناقص واحد زائد واحد، إذا ناقص واحد زائد واحد وعددين متقابلين مجموع ما هو صفر، إذا جي ناقص واحد على اثنين تساوي صفر. إذا صورة العدد ناقص واحد على اثنين هو صفر. جيد، الو، في التمرين رقم 3 في السؤال الثالث قال لك حدد العدد اكس الذي صورته العدد 8 بالدالة اف. اذا اف اكس تساوي ناقص 2 اكس، ناقص 2 اكس تساوي 8، رد على شكل معادلة. اذا اكس تساوي 8 على ناقص 2، 8 على ناقص 2، إذا x تساوي ناقص 4. إذا ناقص x تساوي 8 على 2، ناقص x تساوي 4، إذا x تساوي ناقص 4. في هذه الحالة العدد x هو ناقص 4 الذي صورته العدد ناقص 4 الذي صورته العدد 8 بالدالة f الدالة الخطية. هذا مجهود ديال التلميذ عبد العظيم في المجموعة ديالي، في المجموعة ديال الواتساب. ننتبه دابا في سؤال رقم 4، أنشئ الدي والدي بريم التمثيلين المبيانين لكل من الدالتين اف وجي على التوالي في نفس المعلم المتعامل المنظم او ايش. اذا نذكر بالدالة، هذا شيء مزيان، اف اكس تساوي ناقص 2 اكس و جي اكس تساوي 2 اكس زائد 1. بين بان اف اكس راه دالة خطية، عطاها الرمز ديال ناقص 2 اكس، اف اكس تساوي ناقص 2 اكس. وبين بان الدالة جي دالة تألفية، جي اكس تساوي 2 اكس زائد 1. اذا خدها بالعين الاعتبار على بان الدالة الخطية، باردون، على بان الدالة الخطية تمر من اصل المعلم. نلاحظوا كيفاش دار التمثيل. إذا خد الصورة اف واحد تساوي ناقص اثنان، اف واحد تساوي ناقص اثنان، لاحظوا مزيان. وخذ الصور ديال الدالة التألفية x تساوي صفر و ناقص واحد و جي x، إذن x تساوي صفر، إذا الصورة ديالي هي واحد، و x تساوي ناقص واحد، الصورة ديالي هي ناقص واحد. وبهذا قد تم تمثيل هاد المبيان على الشكل هذا. انشئ الدي والدي بريم تمثيلين مبيانين لكل من الدالتين اف و جي على التوالي في نفس المعلم المتعامل المنظم او اي جي. برافو،
ألوغ بالنسبة للتمرين الرابع، قال لك أجريت دراسة إحصائية حول عدد الأطفال بعشرين أسرة وأعطت النتائج التالية: 2 3 4 3 0 4 3 2 1 1 2 1 0 2 3 4 1 3 0 1. قال لك أعطي جدول للحصيصات والحصيصات المتراكمة لهذه المتسلسلة الإحصائية، ثم أحسب معدل عدد الأطفال بهذه الأسر. لاحظوا جيدا، لدينا عدد الأطفال يتراوح ما بين 0 إلى 4. إذن كم يتكرر هذا العدد من الأطفال لدى كل أسرة؟ إذن سوف يقوم بهذا التمرين التلميذ يحيى من مجموعة الواتساب الخاصة بقناة جوكومينيك تيفي لمادة الرياضيات. إذن لاحظوا العمل ديال التلميذ يحيى، التمرين الرابع. إذن قسم الجدول إلى 3 أقسام: عدد الأطفال من 0 إلى 4، هناك عدد أطفال بدون طفل، 1 طفلان 3 أطفال 4 أطفال، ثم الحصيص المتراكم. إذن عدد الأصفار في هذه المتسلسل الإحصائية هو 3، وعدد العدد ديال الواحد في المتسلسل الإحصائي هو 5، واثنان هو 4 و3 و5 و4 و3. إذن 3 و5 و4 و5 و3 يمثلان الأسر. إذن هناك 3 أسر ليس لديها طفل، 3 أسر ليس لديها طفل، وكذلك 3 أسر لديها 4 أطفال، 4 أسر لديها طفلان، 5 أسر لديها طفل واحد أو 3 أطفال. إذن عدد الأطفال هنا يتراوح ما بين 0 إلى 4 أطفال. إذن بدون أطفال 3 أسر، طفل واحد 5 أسر، طفلان 4 أسر، 3 أطفال 5 أسر، و4 أطفال 3 أسر. بالنسبة للحصيص المتراكم، لاحظوا جيدا، 3 زائد 0 كم يساوي؟ 3، 3 زائد 5 8، 8 زائد 4 12، 12 زائد 5 17، 17 زائد 3 20. إذن 20 هو الحصيص الإجمالي لهذه المتسلسلة الإحصائية. إذن قام يحيى بحساب معدل الأطفال، هيا نتعرف عليه. إذن لدينا حساب معدل الأطفال، حساب معدل الأطفال لاموين، تسمى لاموين وليست إكس. هنا أخطأ يحيى بتمثيل إكس، ولكن أفضل أنه يمثل بإم لاموين. إذن 3 في 0. إذن شنو معنى المعدل الحسابي؟ هو أنك تقوم بجمع أو مجموع ديال العدد ديال الأطفال مضروب في الحصيص المرافق له. 3 في 0 يعطيك 0، 5 في 1 يعطيك 5، 2 في 4 8، 3 في 5 15، 3 في 4 12. إذن المجموع ديال الجداء عدد الأطفال في الحصيص هو تقريبا 40، 0 زائد 5 زائد 8 زائد 15 زائد 20، هذا هو الإحصاء، يساوي 40. و40 على ماذا؟ على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي أي آخر حصيص متراكم هو الرقم 20. 40 على 20، 4 على 2 تعطيك 2. إذن 2 هو المعدل ديال الأطفال في هذا المسلسل. قالك أحسب معدل عدد الأطفال بهذه الأسر. إذن 2 هو المعدل عدد الأطفال بهذه الأسر. إذن يحيي يحيى على المجهود ديالو، ونقول له واصل في المجهود ديالك، لأنك فعلا تلميذ مجتهد وتلميذ
تشرف به أن تكون في المجموعة ديال الواتساب الخاصة بجو كومينيك تي في على قناة يوتيوب. أقدم لكم التمرين الخامس من امتحان جهوي الموحد لني شهادة السلك الإعداد دورة يونيو 2013 لجهة الرباط سلاسة مور زعير. إذا انتبهوا، فالتمرين الخامس لدينا 4 نقاط للكسب في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي. نعتبر النقط A إحدادية لها 1-1، B إحدادية لها -1-3، و C إحدادية لها 0-2. إذا بالنسبة للسؤال الأول، قال لك أحسب إحدادية المتجه AB وأحسب المسافة AB. شوف الفرق بين المتجه A والمسافة. قال لك حدد إحداثية النقطة K منتصف القطاع AB، تحقق أن المعادلة المختصرة المستقيم AB هي Y ناقص X زائد 2. رابعا، حدد المعادلة المختصرة المستقيم دلمار من C الموازي المستقيم AB. ثم خامسا، بين أن المعادلة المختصرة المستقيم دلتا واسط القطاع AB هي Y يساوي X زائد 2. إذا خلال هذا التمرين فيه جوج الدروس في معادلة المستقيم وكذلك معلم في المستوى. المهم نشوفوا شكون التلميذ اللي يقدر يتكلف بهذا التمرين هذا ونجيب احسن انجاز بيسوم بالمجموعة المتميزة على الواتساب ديال الرياضيات خاصة بالمستوى الثالث إعدادي. إذا نشوفوا بالضبط اش دار يحيى في التمرين الخامس. إذا خضع بين اعتبار نقطتين A و B، إحدادية لكل من A هو 1-1، وإحدادية ديال B هو إحدادية A 1-1، وإحدادية ديال B -1-3. إذا AB هي XB ناقص XA، إذا هذا هو أوف سورس ديال المتجه AB. XB ناقص XA خرج لي تقريبا -2، مزيان -1-1 هي 2-2. إذا الآخر 3-1 هي 2، إذا -2-2 هو إحدادية وهي إحداثية المتجه AB. بالنسبة للمسافة، من خلال إحداثية -2 + 2 + 2 + 2 يعني 4 + 4 يوجد 4 × 8، يوجد 4 × 8 هو 4 × 2، 4 جذر كامل. إذا جذر 4 هو 2، 2 جذر 4 2. إذا فهمت الطريقة من انتقال من جذر 4 × 8 2 جذر 4 2. سوف أعيد، 8 كم يساوي 8؟ هي 4 × 2. جذر 4 كم يساوي؟ 2. فوالا، وجد 4 × 2 تبقى ديما جد 4 × 2. إذا جد 4 × 8 في جد 4 × 2، جد 4 × 8 يساوي جد 4 في جد 4 × 2، إذا جد 4 هو 2 عدد كامل. إذا AB هو AB هو 2 جد 4 × 2، لأن AB يساوي -2 × 2، و AB يساوي 2، ومتجه AB يساوي -2 × 2، و AB يساوي 2 جد 4 × 2. ننتقل الى سؤال الثاني. حدد احداثيه منتصف حدد احداثيه النقطه ك منتصف اب. دابا خاصو يبحث على المنتصف اب. اذا تعرف بان اكس سي هي اكس بي زائد اكس ا، في ايكغيك بي هي ايكغيك بي زائد ايكغيك ا. x b زائد y a على 2، و y b زائد y a على 2. هم في الحالة x k تساوي 0 و y تساوي 2. إذا k تساوي 0 2 0 2، إذن k احداثية نقطة k منتصف قطعة AB هو 0 2. هذا بيسوء العمل ديال يحيى. دابا ننتقل الى السؤال التالي. تحقق ان المعادله المختصره المستقيم AB هي Y تساوي -2 × X + 2. دائما في العمل ديال التلميذ يحيى من مجموعه ديال الواتساب خاصه بقناه يوتيوب جو كومينيك تي في لماده الرياضيات المستوى الثالث اعدادي. اذا اول حاجه بين لنا بان استعمل ا
واحد يزيد النقطة A واحد واحد ويستعمل B ناقص واحد على ثلاثة. جيد. ثم ذكرنا بالصيغة العامة ديال المعادلة المختصرة للمستقيم Y تساوي MX زائد B. إذن للحصول على المعامل الموجه أو الميل ديال هذا المستقيم يجب علينا أن نستعمل YB ناقص YA على XB ناقص XA تخرج لنا ناقص واحد، وفعلا ناقص واحد خرجت. إذن Y تساوي ناقص X زائد B. دابا غادي نشوفوا الطريقة لتحديد بي. لدينا ناخذ كمثال أ، الفصول ديالها واحد والأرتب ديالها واحد كذلك. إذن لتحديد بي اش نديرو؟ تنعوضو إكس بواحد وإكراك بواحد. إذا ناقص واحد في واحد تعطيك ناقص واحد، إذا ناقص واحد زائد بي تساوي واحد، أي واحد زائد واحد تساوي بي، في الحالة بي تساوي اثنين. إذا ناقص واحد في الجهة الأخرى تصبح زائد واحد، إذا واحد زائد واحد تعطيك اثنين، إذا بي تساوي اثنين. إذا بي تساوي اثنين، إذا في الحالة ناقص إكس زائد اثنين هي المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي. هذا جواب ديال تلميذ صلاح. دائما في اطار ديال التصحيح ديال التمرين الخامس لدينا سؤال رقم 4، قالك حدد المعادله المختصه للمستقيم دي المار من سي والموازي للمستقيم ابي. اذا انتبهوا مع صلاح. اذا بما ان دي يوازي ابي، إذن د يوازي أب، إذن مستقيمان متوازيان فإنما لهم، إذن في الحالة تعرفوا بأن المعادلة المختصرة ديال أب هي إي تساوي ناقص إكس زائد اثنين. إذن في الحالة د تساوي عندهم نفس الميل اللي كانوا مثلا مستقيمين متوازيين عندهم نفس الميل، تعرفوا بان الميل ديال ا بي هو ناقص واحد. اذا نفس الطريقه بالنسبه لبي، بالنسبه لدي هو ناقص واحد. اذا ي تساوي ناقص واحد اكس زائد بي. بما ان دي يمر من سي، اذا فان سي تنتمي الى اليه، لما تنتمي الى مستقيم دي. اذا ناخذ الاحتياطي سي، سي هي صفر ناقص اثنين. إذا ناقص اثنين تساوي ناقص اثنين ناقص واحد في صفر زائد بي، إذا بي تساوي ناقص اثنين، إذا بي تساوي ناقص اثنين، إذا إيكغيك ناقص إكس ناقص بي ناقص اثنين. إذا بالنسبة لإيكغيك، بالنسبة للمستقيم تي، المعادلة ديالو هي ناقص إكس ناقص اثنين. إذن لدينا ك منتصف أب ودلتا. بالنسبة للسؤال رقم 5 الأخير، لدينا ك منتصف أب ودلتا وسط القطعة أب. إذن ك تنتمي إلى أب، بما أن دلتا وسط القطعة وسط المستقيم أب، إذن فهو عمودي عليه. إذن جداء ما يساوي ناقص واحد، إذا الجداء ديال الميل ديال المستقيم AB وكذلك الميل ديال المستقيم دلتا هو ناقص واحد. إذا بغينا نكتشفو على، سمعوني، إذا بغينا نكتشفو على الميل خاصنا ديال هذاك، خاصنا ولا بدا نستعملو القاعدة التالية، ناقص واحد في M تساوي ناقص واحد في M تساوي ناقص واحد. إذا ميل دلتا يساوي واحد، إذا دلتا يساوي
x زائد b اي واحد x زائد b والان سوف نبحث على الارتب عند الاصل b. نلاحظ صلاح ماذا فعل لدينا ك تنتمي الى دلتا اذن ك تنتمي اليه تنتمي للمستقيم دي ناخذ الاحداثيه ديال ك ديال المنتصف ديال القطع لاحظنا بان الاحداثيه ديالو هو 0 2 يعني 2 تساوي 1 في 0 زائد بي اذن بي تساوي 2 إذن في الأخير y تساوي x زائد 2 و x زائد 2 هو y تساوي x زائد 2 هي معادلة المختصرة ديال المستقيم دلتا وسط القطعة AB. إذن تنشكرو المجهودات ديال يحيى على هاد المسألة. إذن آسف تلميذ صلاح وليس يحيى. إذن تلميذ صلاح وليس يحيى. آسف. إذن تلميذ صلاح من تلاميذ المجموعة ديال الواتساب المتميزين. إذن ننتقل إلى التمرين السادس. يحتوي على نقطتين. يكون أبي سي مثلث قائم الزاوية في أ. و اي منتصف القطع اب يكون اب سي مثلث قائم الزاويه في ا و اي منتصف قطع اب ولتكن نقطتان بي بريم و سي بريم صورتين نقطه بي و سي على تواوي الازاحه التي تحول ا الى اي. اولا يجب انشاء الشكل بشكل مناسبا انشاء الشكل مناسب وبين ان المتجهه بي سي تساوي بي بريم سي بريم وحدد طبيعة المثلث اي بي بريم سي بريم علينا نجاوبك اذا داخل في اطار ديال المتجهات والازاحه السنه الثالثه اعدادي. اذا اليكم الجواب من بعض تلاميذ المجموعات الواتساب الخاصه بالقناه جو كومينيك تي في للدعم والمسانده في ماده الرياضيات المستوى الثالث اعدادي. إذن هذا تصحيح من اقتراح التلميذ سعد بتلميذ سعد من مجموعة الواتساب. إذن لاحظوا الشكل جيد ليكون أ ب سي مثلث قائم الزاوية في أ وفعلا أ ب سي قائم الزاوية في أ تبين لكم سي الفوق. إذن تكون أ ب سي مثلث قائم الزاوية في أ و إي منتصف قطع أ ب لاحظوا جيدا راه إي راه منتصف قطع أ ب تبين لكم الشكل. إذن ولتكن نقطة بي بريم و سي بريم صورتين نقطة بي هاي بي بريم لاحظ فوق كاينة سي بريم مبيناش في الشكل مزيان. إذن العموم شكل جيد بي بريم و سي بريم صورتين نقطة بي و سي على التوالي بالإزاحة لتحول أ إلى إي إذن نفس المسافة ما بين أ إي هي نفس المسافة ما بين بي البي بريم هي نفس المسافة ما بين سي سي بريم إذا أ إي تساوي بي بي بريم تساوي سي سي بريم إذا نفس المسافة قلت بين أن بي بي بريم راه هي فعلا سي سي بريم بي بي بريم هي بين أن بي بريم سي بريم بي بريم سي بريم هي نفسها بي سي هي المتجه بي سي. نشوفوا دابا البرهنة ديال تلميذ سعد. لدينا سي بريم صورة سي بالإزاحة التي تحول أ إلى سي يعني أن سي سي بريم متجه سي سي بريم تساوي أ إي زين. ولدينا بي بريم صورة بي بالإزاحة التي تحول أ إلى إي يعني أن بي بي بريم تساوي أ إي. تلاحظوا بأن العلاقة الأولى والعلاقة الثانية نستنتج إذن ومن الأولى والثانية في السؤال السابق فإن بي بي بريم تتساوي سي سي بريم
Donc BP prime c'est aussi c'est يعني ان BC CC B prime bon BC C prime B prime متجاوز الاضلاع ومنه فان BC يوازي B prime C prime. هذه المباراه فعلا جميله جدا. ننتقل دابا للسؤال الثالث. حدد طبيعه المثلث اي بي بريم سي بريم. لدينا اي صوره ا بالازاحه لتحول ا الى اي، ولدينا سي بريم صوره سي بالازاحه لتحول ا الى اي، ولدينا بي بريم صوره بي التي بالإزاحة التي تحول A إلى E. من واحد واثنين وثلاثة ثلاث علاقات نستنتج أن مثلث A بريم A B بريم C بريم صورة A B C بالإزاحة التي تحول A إلى C. صورة مثلث وصورة مثلث آخر يوازي. صورة مثلث وصورة مثلث آخر يساوي يقيس. يعني أن مثلث A بريم A اي بي بريم سي بريم مثلث قائم الزاويه في اي. وفعلا من خلال الشكل نلاحظوا بان مثلث اي بي بريم سي بريم مثلث قائم الزاويه في اي. نلاحظوا الشكل، لدينا مثلث اي بي بريم سي بريم قائم الزاويه في اي. اذا برهنه جيده من طرف سعد من بين تلاميذ مجموعه الواتساب الخاصة باليوتيوب قناة جوكومينيك تي في. إذن ننتقل إلى التمرين الأخير، تمرين رقم 7. أب بي سي دي إي إف جي إتش متوازي المستطيلات قائم بحيث إتش دي تساوي 3 سنتيمتر و أب بي سي دي مربع طول ديال إيه أب بي سي دي مربع طول ديال إيه 4 سنتيمتر. بين ان بي تساوي 5 سنتيمتر، وبين ان حجم الهرم او ا بي سي دي هو 16 سنتيمتر مكعب، وليكن في 1 في بريم حجم الهرم المحصل عليه بعد التكبير الهرم او ا بي سي دي قال لك بنسبه 2 احسب في بريم. اذا التمرين هذا ديال الهندسه الفضائيه سوف يقوم تلميذ في المجموعه لحل هذا التمرين. إذن شوفوا معايا الله يخليكم، فوالا. إذن لنبين أن OB تساوي 5 سنتيمتر، لدينا AB E مثلث، لدينا AB E مثلث قائم الزاوية في A، إذن لنبين أن OB تساوي 5 سنتيمتر. إذن التلميذ اللي غيتكلف بهذا التمرين اسم ديالو إلياس من مجموعة الواتساب. لنبين أن أو بي تساوي 5 سنتيمتر، لدينا أ بي أو مثلث قائم الزاوية في أ. إذن حسب مباراة فيثاغورس المباشرة، لاحظوا جيدا، إذن أو بي أوس 2 تساوي أ بي أوس 2 زائد أ أوس 2 أ أوس 2 تساوي في الحالة، لاحظوا نكبرها لكم شوية فوالا. إذن أ أو بي أو بي أوس 2 تساوي أ بي أوس 2 زائد أ أوس 2، إذن 4 أوس 2 زائد 3 أوس 2 16 زائد 9 هي 25، زائد 4 زائد 25 هي شحال؟ 5. لاحظوا جيدا هنا 5، إذن الجواب صحيح 5 سنتيمتر. هذا المجهود ديال إلياس من مجموعة الواتساب. إذن لاحظوا جيدا، لدينا الحجم ديال الهرم هو مساحة القاعدة
في ارتفاع مقسوم على 3. إذن مساحة القاعدة دائما الحجم يساوي مساحة القاعدة في ارتفاع مقسوم على 3. هو إنسان دار في 2 معليش، إذن خاص يدير 1 في 3 في إس بي في 3. 3 هي إذا نتبعوا معايا واش دار إلياس هنا لحساب الحجم الهرم أو أ بي سي دي، هو عارف بأنه 16 سنتيمتر ولكن بغا يوصل لها. إذا واحد، إذا دائما لحساب الحجم ديال الهرم نقوم بمساحة حساب المساحة ديال القاعدة في الارتفاع مقسوم على 3. إذا مساحة القاعدة هو عبارة عن مربع، إذا الضلع في الضلع 4 في 4، وفي الارتفاع هو إس و اش دي، اش دي هو 3، اش دي 3 سنتيمتر هو ارتفاع ديال الهرم. اذن 4 في 4 تساوي 16، 16 مضروبة في 3 مقسومة على 3 يتبقى هي 16. اذن العملية صحيحة 100%، ولكن هو دار واحد الخطأ بسيط، هو باش يدير 2 هو باش يدير 3 دار 2. اذن هذا المجهود ديال الياس، هو حصل على 16 سنتيمتر بالقاعدة التالية. المساحة القاعدة اللي بغيت تحسبوا الحجم ديال الهرم، مساحة القاعدة هنا على شكل مربع في الارتفاع مقسوم على 3. اذا شكرا لك يا الياس على المجهودات اللي قمت بها. سوف ننتقل الى التمرين التالي، نشوفوا الطريقة اللي استعملتها يا الياس لحل هذا السؤال الثالث، ليكون في بريم حجم الهرم والمحصل عليه بعد التكبير الهرم او ا بي سي دي بنسبة 2، وحسب في بريم. كنوع من التذكير، تلاحظوا جيدا، كنوع من التذكير، إذن حساب ديال الهرم ديال متوازي المستطيلات هو الطول في العرض في الارتفاع، والحساب ديال الهرم هو القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع مقسوم على 3. القاعدة تساوي سي في سي، إذا 4 في 4 في 3 في 3، 4 في 4 هي 16، 16 في 3 على 3 هي 16 سنتيمتر. هذا كتوضيح من طرف مؤسس الواتساب، مؤسس مجموعة الواتساب. هذا الجواب ديال عبد العظيم. اذا القاعده العامه اللي تحصل على شي حجم بعد التكبير او بعد الصغير في بريم، انك تضرب الحجم الاصلي في كاس 3 او كمكعب، كهي نسبه تكبير او تصغير. هنا في السؤال نسبه التكبير هو 2، اي اكبر من 1، اذا مساله ديال التكبير اقل من 1 راه مساله ديال الصغير. اذا هنا الحجم اللي حصل عليه هو مكبر بنسبة 2، تنديرو 16 الحجم الأصلي في 2 أس 3، 2 في 2 في 2 3 مرات، 2 في 2 في 2، إذا تساوي 8، 8 في 16 128. هنا نسى كان فوالا نسى الوحدة، هو سنتيمتر كوب، 168 سنتيمتر كوب، أنا سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحل ديال هذا الامتحان. إذا كان هذا هو الحل ديال الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة، كما تلاحظوا الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2013. أعطيكم الجهة وأنتم لاحظوا لونطيط،
كان هذا هو امتحان الموحد الجهوي، امتحان الجهوي الموحد لين شهادة السلك الإعدادي دورة 2013 لجهات الرباط سلاس مورزعير لفائدة تلاميذ المستوى الثالث إعدادي. قدموا لكم تصحيح التلاميذ مجموعة الواتساب المتميزة اللي تنشرف على الإدارة ديالها. المهم تلقاو الواتساب اللي بغى ينضم إليها في المجموعة الأرحاء المغرب، اللي بغى ينضم إليها كان مجموعة خاصة بالبنات وكذلك مجموعة خاصة بالأولاد، اللي بغى ينضم إلى المجموعتين مرحبا به ماشي مشكل. إذا خاصو يلتزم بيان سور يكون مجد في العمل ديالو. إذا أسعدكم الله وإلى اللقاء في فيديو جديد خاص بتصحيح ديال الامتحانات الجهوية الخاصة بالمادة الرياضيات لفائدة تلاميذ المستوى الثالثة إعدادي. لاحظوا جيدا لقد قمنا بتصحيح هذا الامتحان هذا لفائدة التلاميذ بمساهمة بيسور تلاميذ المجموعة الواتساب. شكرا لكم. هذا لاحظوا كاين هناك شفنا هادشي كامل. شكرا لكم الى اللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكم انك تيفي للفهم المستعب لمادة الرياضيات المستوى الثالث الاعدادي. الى اللقاء والى موعد لاحق ان شاء الله. اوكي.